de l'Université de N'Djamena à la communauté scientifique et au grand public. Tel est l'objet de la présente communication. إن الهدف من هذا الحديث هو تقديم منصة التعليم الإلكتروني والتربوي لجامعة أنجمينا لفترة طويلة تعاني صعوبات كثيرة. ومنذ تأسيسها في العام 1971 كانت الجامعة ضحية لسلسلة الحرب الإرهاب، ما ساهم إلى حد كبير في إبقاء تطور الجامعة، غير أن الفريق الذي أترأسه اليوم يتعهد بقوة للعمل من أجل تغيير صورة الجامعة من خلال قطع الصلة بالماضي ومساعدة الجامعة على استعادة صورتها النبيلة ووضعها في المكان اللائق بحيث تكون عمادا للتنمية في تشاد عبر التعليم والبحث والابتكار. إن مشروعنا يعتمد على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة ما بين 2020-2025، وقد بدا لنا أن السبيل الأمثل هو التفكير التوجه الضروري نحو الحياة والتنظيم من أجل أن تتألق الجامعة، وكذا من أجل مواجهة التحديات، خاصة تحدي التغيرات المناخية، التحدي الرقمي، تحدي الإرهاب والتشدد، تحدي مكافحة الأوبئة، وكذلك تحدي اكتظاظ الجامعة وتدني مستوى الطلاب. ومن هذا المنبر أتوجه بخالص الشكر باسم منسوبي الجامعة إلى رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الاستثمارات الكبيرة التي قام بها لصالح قطاع التعليم العالي بشكل عام وجامعة أنجمينا بشكل خاص. وفي غضون ذلك اسمحوا لي أن أشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، فترسيخ الرقمي المؤهلة، توسيعة هياكل الاستقبال من أجل حل مشكلة الأعداد المتزايدة للطلاب، تنفيذ شبكة الإنترنت والشبكة الداخلية للجامعة، بناء مكتبة ورقية ورقمية، تعزيز حافلات الطلاب وإعادة فتح المطعم الجامعي، كلها مشاريع قيد الانتظار وتتطلب موارد مالية كبيرة لتنفيذها. وأنتهز الفرصة وأناشد رئيس الجمهورية للتدخل شخصيا من أجل استعادة الصورة الذهنية لجامعة أنجمينا.